اخواني منطقة الجادرية وتقاطع الجادرية وسنين اتكلم على تقاطع الجادرية، وزارة التعليم مع الامانة مشكورين سووا المدخل باتجاه جامعة النهرين وتأمنا يخف الزخم، لكن ما يقارب 50,000-60,000 طالب يدخلون الحرم الجامعي مع الاساتذة فد 10,000 ايش قد والله ما ادري مع السيارات، اكو مشكلة حقيقية هنا. احنا التقينا بالعميد احمد عبد الخالق امر قاطع الكرادة وخلي نشوف يعني كلامه ومعاناته شنو هي. خلينا ننتقل عميد احمد. واني تقاطع الجادرين المشكله الازليه طبعا، يعني سعينا وسعوا الخيرين بجامعه بغداد الفتحة ومنفذ على الجامعه والدخول، المرور دا يقوم باجراءاته على اكمل وجه، عنده يشوف الزخم غير طبيعي. واذا كان يلتقي بالاخ العميد احمد امر قاطع الكراد، الله يساعدك عميد احمد. الله يسلمك سيدي ان شاء الله. مشاكلك شنو هسه؟ مشاكلي احنا نحل وحده تطلع لنا 10، شنو القصه؟ هو قاطع يعني قاطع الكراده تقريبا اكبر قاطع ببغداد، تعرف كثره الجامعات، كثره الكليات، المولات، دوائر الدوله، المتبضعين، المحلات التجاريه، تقريبا كلها ضمن قاطع مرور الكراده. هي منطقه الكراده عندك علم كثافه صباحا ومساء، يعني تقريبا احنا اول قاطع تبدي بالكثافه ضمن بغداد واخر قاطع تنتهي بالكثافه ضمن بغداد هو قاطع مرور الكرادة. 12 بدي افوت. لا لا اكثر، عندنا دوريات تستمر للصباح الباكر. هنا المشكله شنو؟ شنو مطالبك هنا؟ المشكله اولا احنا يعني انت تشوف العبور العشوائي للطلبه. اي يعني تتفاوى عليه. الكاميرا صور. اي نعم. يعني احنا هو مطلب بسيط انه يسوون جسر عبور للطلبه. يعبر من سعيد السعد الثاني. انت يمكن ما اكو حوادث دائما تصير، وقبل تقريبا اسبوعين يعني طالبه عبرت منا وسايح ما منتبه ضربها توفت. يا الله يرحمها ان شاء الله. بس انتوا اكو مناشدات يعني من السابق يعني اي طبعا يوم ناشد. لا لا ماكو نتيجه، لا جسر مشاة ولا مجسر ولا اكو نتيجه للمجسر هنا ولا اكو نتيجه ولا نتيجه للباركات اللي نتمنى يسوون لنا باركات. يعني مو البارك انفتح من ناس الحين بوقتها يعني ما ياخذ 300 سياره وفتحوا هاي الارض الكبيره. لا لا ذيك رجعوا غلقوها. لا لا ذاك انا احتياله هذا اللي ما جمع. اي ذاك جامعه النهرين ما عندها مشكله بيها. تكفي له لا؟ لا لا جامعه النهرين ما عندها مشكله، مشكلتنا فقط جامعه بغداد. جامعة بغداد المشكلة. وما تقدر تطلع السيارات عندك تنتظر طلبة. بدك تاخذ طلبة، لا لازم تاخذ طلبة. واحنا ايضا الهيئة العامة للنقل العام سودتنا باصات. زين ما المركز من ينفتح ايش راح يصير؟ راح يصير؟ ان شاء الله من ينفتح نتمنى تيجي تصور حلقة وراح اشوف المشكلة اللي راح تصير هنا، اللي بأكثر من 3000 إلى 4000 موظف البنك المركزي. خطوط ومركباتهم الخاصة. أنا أشكرك ولو كلامك سألمني في صميم قلبي كوني كنت رجل مرور سابقا. لا إن شاء الله. المعنى في قلب الشاعر. إيه راح تصير طبعا كثافة. إيه طبعا راح تصير كثافة جدا عالية. وبدي تتألم لأن ماكو حلول. لا إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أكو حلول. وعدونا خير إن شاء الله على إطلاق الموازنة إنه يباشرون مجسر أو مجسر مشاة إن شاء الله. إن شاء الله. أمين أحمد أنا أشكرك. الله يسلمك. واني ضمن جامعة بغداد ايضا سمعت الاخ امر القاطع وحديثه واثناء كلامي تشاهدون السيارات المتوقفة صف اول، بعض الاماكن صف ثاني نقل الطلبة، تلاحظون المرور المناسبين حتى يعبرون المواطنين مناطق غير مخصصة للعبور، وورا الكاميرا الناس كل واحد يعبر بكيفه، منطقة عبور مشاة ماكو، بالاضافة لهذه انه جسر لعبور المشاة ماكو. يعني هسه اني من اخطط هاي كلها منها مخرج، هذا ايش قد يبعد عن الجسر؟ حتى اذا امانه بغداد في مشاريعها احنا سابقا مصورين انه ينشئون مجسر على تقاطع الجادري، هذا صار له 8 سنين تسحى ومقرر لحد الان ما فتح، نتامل على الموازنه الجايه نتامل. لكن المشكله وين؟ المشكله جسر عبور مشات، يعني اذا يتنفذ ضمن هذه المنطقه وين هذا الطلبه دا يطلعون؟ اكثر منطقه اللي المرور واقفين بها حتى يعبرون طلبه من هنا. هذا الجسر راح يخفف الكثير من الزخم. أنا دا أطلع أن السكيورتي مال المول قالوا رجاءً جسر عبور مشات، والعبور عشوائي هاي المشكلة، يعني ما دا يجون هسه هنا واقفين المرور ماخذين مكان هنا دا يعبرون الطلاب. المشكلة السيارات هاي وين تروح؟ عشرات الألوف من الطلبة يوميا تنقلوا ماي السيارات اللي سعوا به الخيرين من جامعة بغداد وبوقتها طرحناه وفتحوا باتجاه جامعة النهرين، ما يكفي قد يكفي 1000 سيارة يكفي؟ ما هو آلاف السيارات دا تجي تنقل الطلبة، وين يودوها المرور؟ والشوارع مكتظه، روح هسه للشوارع الفرعيه
قريب على تقاطع الجادري ايضا سيارات متوقفه. هاي مشكله، المشكله الاكبر البنك المركزي ان شاء الله خير والسلامه، هذا ايقونه بغداد راح يكتمل 3000 4000 موظف، شلون راح يطلعون ومن راح يجون ومن راح يروحون وما هي السبل؟ اذا الزخم راح يزيد اضعاف اضعاف اضعاف، بحاجه الى حلول. اولا منطقه ابو رمشات جسر مو منطقه، مجسر حتى ما يعرقل السير. اثنين الاسراع ان شاء الله ان شاء الله مع الموازنه عندما تقر المجسر هنا راح يخفف الكثير من الزخم. مقترحات طرحناها سابقا ارتباط شارع ابو نواس مباشره مع جسر الجادريه، تنفيذ مباشره من قبل اي شركه تقدر تسوي حتى يجي التقاطع الجادريه ويجي هاي المقتربات وحتى نخفف، يعني ان شاء الله بخير وسلامه البنك المركزي من يكتمل شلون مين راح يروحون ومين راح يجون؟ هذا الشارع وهاي الطاقه وهاي الابنيه، يفرشون الابنيه ابنيه كلها جديده شلون شو يسوون؟ هذا الحل يعني مطروح امام انظار الساده في وزاره التخطيط في امانه بغداد اللي دا يخططون لحركه السير شبكه السير هنا. حلول سابقه طرحناها على مدى سنوات الخدمه ممكننا بالخدمه تغيير، بس هذا اللي صار وجسر عبور المشات اصبح حلم. اتمنى السلامه للجميع واتمنى من ابناء الطلبه يعني مرور واقفين لخدمتكم. العبور شوف هسه راح تشوف اثناء كلام العبور كيف لا يلتزمون بالمرور مع المرور او اشاره يعبرون بكيفهم، هذا زخم وده يصير حوادث. تحياتي لكم.